أهلا بحضراتكم. هنتوقف اليوم مع محطة مهمة في دولة التلاوة، وأحد رموزها هو فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمة الله عليه، واللي كان بيلقب بالكثير من الأوصاف كسفير القرآن. كان دائم الترحال لإحياء الليالي الرمضانية في القارة الأوروبية وفي إفريقيا وفي الدول العربية، وخصوصا في العاصمة البريطانية لندن لمدة 25 عام. لقب كذلك بأسد القراء، كان لا يخشى في معالجة الأخطاء حتى من الأسماء الكبيرة من المقرئين، وأن يصحح لهم هذه الأخطاء. الشيخ أحمد عامر في مصر، دولة التلاوة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كان الشيخ أحمد محمد عامر الملقب بأسد القراء قد ورث حب القرآن عن عائلته، من الوالد إلى الجد إلى الإخوة إلى الأعمام، كلهم من أهل القرآن. عرف بوقاره وخشوعه، وعرف بمنهجه في الجدية والالتزام. كان خير سفير للقرآن من مصر إلى العالم العربي والإسلامي، بل إلى العالم كله. رحم الله الشيخ أحمد محمد عامر أسد القراء. مرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ونتناول سيرة الشيخ الخاشع الوقور أحمد محمد عامر رحمة الله عليه مع فضيلة العلامة الدكتور علي جمعة. أهلا بكم صاحبي الفضيل. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. حبا. أولا حابب أقف عند تسمية الشيخ عامر رحمة الله عليه بالشيخ الخاشع الوقور، فزي كانت بداياته وتعلم إزاي عشان يصل إلى هذه المرتبة وهذه الصفات الرائعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله تعالى هو من مواليد 1927، ومن الله علينا وعلى مصر وعلى العالم بأن مد في عمري، وانتقل إلى جوار ربه سنة 2016، 89 سنة ما شاء الله. وده كما رأينا في قمم القراءات يعني مش كتير، فالله سبحانه وتعالى من علينا به، ومن علينا بمدرسته. ولد الشيخ في فقوس بالشرقية، وحفظ القرآن، ثم بعد ذلك بدأ في التلاوة، وكان الأستاذ بتاعه كان اسمه الشيخ عبد السلام الشرباز. الشيخ عبد السلام ده يبقى جد الشيخ محمد خاطر مفتي الديار المصرية، اللي تولى بعد الشيخ أحمد هريدي. الشيخ أحمد هريدي قعد من 60 لـ70، وجه بعده الشيخ محمد خاطر. الشيخ محمد خاطر يبقى زميل الشيخ أحمد عامر اللي احنا بنتكلم في سيرته العطرة دلوقتي، زميله، وهما تلميذان عند الجد عبد السلام الشرباصي. عبد السلام الشرباصي سمع الولد أحمد الصغير ده، هو اللي احنا فضيلة الشيخ أحمد بعد كده، وخده في الليالي وكذا، علشان وكان عالم كبير من علماء التجويد ومن علماء
القراءات. بعد كده الشيخ مواليد 27 بعد كده بقى نزل إلى القاهرة. نزل إلى القاهرة وهو بعد ما سمعوا سيدنا الشيخ محمود خليل الحصري الله يرحمه، لما سمعوا أعجب به. وبعدين ربنا بعت ليلة فيها الاثنين مع بعض، الشيخ عامر والشيخ الحصري، الشيخ أحمد عامر والشيخ محمود الحصري. فالشيخ الحصري قرأ، وقف عند آية، راح الشيخ أحمد عامر هيقرأ بعده. المتمكن من القراء يقرأ من حيث وقف الأول، اللي مش متمكن يقرأ من أي حتة هو عايزها، متمكن هو فيها مراجعها وضابط الأمور. فراح الشيخ محمود خليل الحصري وجدوا أنه قد تلا من بعد ما وقف. يبقى ده دليل تمكن كبير على التمكن طبعا، وعلى الثقة بالنفس، وعلى جودة الحفظ والاسترجاع. فهنأه على ذلك، قال له والله يا شيخ عامر انت أذهلتني، انت راجل متمكن وربنا يفتح عليك. وصارت صداقة كبيرة بينه وبين الشيخ محمود خليل الحصري، صداقة التلميذ لشيخ، الشيخ خليل أكبر منه بكتير. لكن كان تحت عبايته كتير. لما تيجي تسمع الشيخ أحمد عامر كتير في البدايات تفتكروا الشيخ الحصري، وصوت فيه كتير بصراحة، فيه. وبعدين تكتشف انه ده مش الشيخ الحصري لغاية ما يميز شوية كافة التلاوة. يعني الله، هو ايه الحكاية؟ الراجل ده بقى كانت ليه رحلات كتيرة قوي، وربنا قدر تعلق مسلمي لندن به حقيقي. فراح في لندن دي 25 سنة كل رمضان، في كل رمضان يطلبوا الشيخ اللي هم بيحبوا ده. ايه بقى سر الحب؟ انه كان يفطر في المركز الإسلامي ويفضل لغاية الفجر. الناس ما بتعملش كده، يروح يصلي العشاء يجي لهم بعد العشاء وبعدين يقوم بيهم بالتراويح ويروح. مظبوط. لكن هو من تعلقه بهم ومن تعلقهم به عاش الفترة دي، فكانوا يحبوه قوي لأجل المعنى ده. حصلت له بقى مشكلة بعد كده بقى لما راح لندن مرة، وده بنقول أصحاب القرآن لهم كرامة مدخرة. صحيح، حضرتك دايما تقول كده، مظبوط. فهو في لندن في مرة من المرات وهو بيصلي بالناس وقع من طوله، أغمى عليه، نقلوه للمستشفى بتاع إيه بقى؟ الدكتور مجدي يعقوب، عند دكتور مجدي يعقوب، فغيروا له الصمام في القلب لخطورة الموقف. ابنه أحمد في السعودية، اتصلوا بيه قالوا له تعالى شوف أبوك. جه على طول إلى لندن وكلم الأطباء، نسبة النجاح 25%. يا نهار أبيض. فخب على أبوه وبعت مصر إن هم يجهزوا التربة علشان خلاص بقى سيدنا الشيخ هينتقل في لندن وبعدين. واتصل بالسفارة وقال لهم الشيخ يعني في حالة متدهورة، ولو سمحتوا يعني شوفوا الإجراءات. فالشيخ حس يعني في بقى ادي الشفافيه وادي سبحان الله. شوف الكرامه بقى ماشيه ازاي الكرامه. الشيخ حس بان الولد بيعمل حاجه فراح قال له طيب هات انا اللي وقع يا احمد، هم عايزين يعملوا العمليه ولازم توقيع، اطلع انت منها.
وأنا وقع وقع وأنتظر. وقال له تعال. نعم. قال له على فكرة أنا لما هروح البلد شوف الإغاظة بقى. يعني هو فاكره أنه هو خلاص هنشيله ونروحه. خلاص. اللي بيحكي كده أحمد نفسه. فهنروح البلد هزرع شجر الجوافة عشان أحب الجوافة. وفي الجنينة بتاعت البيت. وهقعد في الظل بتاعها. ده شجرة الجوافة عشان تطلع وتطرح. يعني يدينا طول العمر يعني. وكان منها عقدين. سبحان الله. كان منها 20 سنة. سبحان لما الله. رجع عملها وطلعت ونبتت وكذا وطرحت بعد سنتين زي ما هو معتاد. وكان منها 20 سنة. عقدين من الزمن. وبعدين اقعد انا بقى تحتها والم العيلة ونعمل ايه يعني نبقى نتكلم ونتسهر. قال له حاضر يا بابا. حاضر. يا رب. يا رب. دخل العملية وعملوها له ونجحت العملية ورجع الشيخ وعاش 22 سنة الله. بعد كرامة. القضية دي. يبقى لكل صاحب القرآن له كرامة مدخرة. رحمة الله عليه. ما نفتح ما ننسهاش. أكيد. طيب أستاذ فضلتك نستكمل الحديث على فضلت الشيخ أحمد محمد عامر ولكن بعد فاصل سريع. أرجو حضرتك وأرجوكم خليكم معنا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. صوت الجبل يبدأ بقرار البيات بصوت عميق جدا ولكن سرعان ما ذهب إلى قرار الرست ثم إلى جواب الرست. سمعت منه تلاوة لم يتعدى هذين المقامين ومع هذا يقول نغم كثير ولكن يعرف أين جمالياته وأين تميزه. يذهب إلى الصوت الجهوري القوي. أعتقد أن هذا الصوت تربى وتعلم وتدرب كثيرا على القراءة بدون مكبر صوت. يشعرك بجلال القرآن وعظمته. يبدأ بقرار بيات ويذهب إلى الرست يبدع فيه كيفما يشاء ولا يشعرك أنه يكرر جملة نغمية. هكذا بسم الله الرحمن الرحيم. هناك باور في الصوت. لو عملنا مقارنة بين القارئ الذي صوته يقول صوت مفتوح صوت جهوري والصوت الخافت الصوت المنغلق هكذا قل ادعوا الله جهورية في الصوت قل ادعوا الله صوت منقف منغلق. كان الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله يعتمد على هذا الأسلوب الصوت الذي فيه جهورية فيه باور فيه قوة. لابد أن نطلق عليه حقا هذا هو صوت الجبل. وسط سحر الجمال الرباني الذي أنعم الله به على هذه الأرض ولد شيخ أحمد محمد عامر في قرية العساكرة مركز فاقوس محافظة الشرقية. ومن وسط شوارع القرية البسيطة ومن بين وجوه أهلها المشرقة البشوشة تصل إلى منزل قديم وهو منزل الشيخ أحمد محمد عامر. أكثر حاجة أحزنتني في حياتي كله كانت يوم وفاة والدتي
وبعدين يوم وفاه الشيخ كنت اقعد جنبه كده هو بيقرا، ما الاقي نفسي غصب عني يعني وهو عايش مش دلوقتي ببكي وبحرقه وحاسس بكل كلمه بيقولها. وعلى بعد خطوات من المنزل تجد مسجد العساكره. هذا المسجد رغم بساطته الانشائيه الا ان سكان القريه يعتبروه شاهدا على اهم تلاوات شيخنا الجليل الذي ارتبط به اهالي الشرقيه حيث كان قدوتهم وفخرهم. برحب بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نستكمل الحديث مع فضيلة الدكتور علي جمعة حول فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر رحمة الله عليه. فضيلة الدكتور أهلا بحضرتك. مرحبا. أهلا بكم. الشيخ عامر الله يرحمه كان برضو من بين ألقابه أسد القراء. نعم. فمحتاجين نعرف من حضرتك إيه سبب التسمية؟ شكله كان كده لما التلفزيون يجيبه عامل زي الأسد. والله. آه. يعني على طول لما تاخد تقول الله في حاجه غريبه ده اسد ده ولا ايه، واخد بالك ازاي؟ هو كان له لحيه لطيفه كده اهو عامل زي الاسد، شكله اسد يعني، مربي لحيته ووشه منير للغايه والصوره اقرب ما يكون الى الاسد، ملك الغاب. بس هو كان ملك المنطقه دي كلها او القراء. ده مرة هو طبعا بقى ايه بكل سنة قلنا يروح لندن ويروح هنا وكذا الى اخره، 25 سنة في لندن. دخل الاذاعة قديما، هو في الاذاعة بقى عمل ايه؟ 1956 راح اختبر ونجح، راح قايم العدوان الثلاثي البغيض، وقعدوا لغاية سنة 63 لما بعتوله قالوا له على فكرة ده انت ناجح. يا خبر ابيض، ده انت ناجح وليك عندنا قراءة فلازم تيجي. ده 7 سنين. فبعد الـ7 سنين راح وأدى، وعلى فكرة كمان قبل ما ننسى له ختمة كاملة مرتلة. مرتلة يعني له ختمة كاملة وبتزاع إلى الآن. صح. لا رئاسة الجمهورية بتتصل بيه. قالوا له يا شيخ عامر الرئيس السادات عايزك شهر رمضان كله في استراحته في الإسماعيلية. شهر رمضان كله؟ كله. ما فيش لندن يعني السنة؟ ما فيش لندن ولا خلافه. راح وقعد بقى يقرأ الـ30 يوم والسادات يستمع إليه، وكل ما يلاقيه جاب حتة حلوة كده شراشف كده هو يمتع بها السامعين، وميقول بصوت جهوري، والسادات كان صوته فيه جهوري كده الصوت، وميقول الله الله يا شيخ عامر، الله الله يا شيخ عامر. فالشيخ ايه يزداد ثقة في نفسه وتألقا، ويجي كده أمي يخليه مرة تانية يقول الله الله يا شيخ عامر. ولما خلص وجينا بقى في ليلة القدر، ليلة القدر بيختموا فيها، فخلص المصحف وخلاص هنروح بقى الشهر كل سنة وانت طيب، خلص. فالسادات وقف معاه وقال له يا شيخ عامر عايز حاجة؟ طبعا في الموقف ده الواحد يقول أنا عايز شقة، أنا عايز مثلا سبحان الله لا إله إلا الله عربية، أنا عايز ابني مش عارف يدخل فين يعمل إيه يتوظف كده الكلام ده. قال له أيوه عايز يا ريس. قال له إيه عايز إيه؟ قال له أنا عايزك تصاحبني في الليالي اللي انا بروح احييها. والله العظيم طلب من الرئيس كده. قال له اصاحبك ازاي في الليالي اللي كده؟ قال له اصلك انت مشجع حلو قوي يعني انا لقيت خلاص واحد يشجعني. فضحكوا كلهم وكذا، وهو كان صاحب دعابه الله يرحمه وكان خفيف الظل. مره كان صلى ورا واحد امام وبعدين الامام غلط، فبعد الصلاة قال له قل هو الله أحد وحشة
ما هي حلوة يعني خفف وقرأ صح وتكفي الغرض. وانت لازم تقرأ من الأنعام وتقرأ من الحواميم السبعة وبعدين تغلط ولا انت حافظ ولا انت حاجة. فالمهم انه كان يعني رضي الله تعالى عنه أسد القراء أو أسد رحمة القراء الله علي. رحمة الله عليه. أنا شاكر جدا فضل الدكتور علي جمعة، شكرا لحضرتك على هذا الإبحار في سيرة طيبة زي سيرة الشيخ أحمد محمد عامر الله يرحمه. الحمد لله، وربنا يلحقنا بهم جميعا وينفعنا بعلومهم وبفضلهم وببركتهم ويلحقنا بهم على الإيمان وكمال الإسلام. اللهم آمين. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا موصول لحضرتكم مشاهدينا الكرام، ونشوفكم على خير. إلى اللقاء. فضائل القرآن لا تتناهى، ومن ذلك فضل سورة الواقعة، فإنها تمنع الفقر. كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يداوم على قراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر، وقد ورد في فضلها أن من داوم على قراءتها بتدبر منع من الفقر والفاقة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. قال ابن مسعود: وقد أمرت بناتي أن يقرأنها كل ليلة. فسورة الواقعة تعد سببا من الأسباب التي يبتعد بها الإنسان عن الفقر. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. وما يستوي